تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في رحلة ميديان تي في من جهة لجهة. رحلتنا مستمرة والآن احنا متواجدين بجهة فاس مكناس وبالضبط في المحطة الثانية في الجهة هي مدينة مكناس. هذه الجهة وحسب التقطيع الجهوي الجديد هذه الجهة هي رقم 3 في قائمة جهات المغرب. مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية هي قطب حضاري في الجهة الثالثة والمعروفة بالنشاط الفلاحي المتميز على المستوى الوطني واحتضان أكبر للملتقيات الدولية في المجال الفلاحي، شيء اللي كيساهم في دعم اقتصاد المدينة وبالتالي دور كبير للجماعات الترابية في عملية التدبير. خليكم مع ورقة تعريفية حول الجهة وحول مدينة مكناس في التقرير التالي. في وسط شمال المملكة تقع جهة فاس مكناس صاحبة الرقم 3 بين جهات المغرب، حيث يقيم في مدنها وقراها أزيد من 4,200,000 نسمة. مكناس هي إحدى عمالتين تضمهما الجهة بالإضافة إلى عمالة فاس، فضلا عن أقاليم الحاجب وإفران وملا يعقوب وصفر وبولمان وتونات وتازة. يفوح عبق التاريخ من المعالم الحضارية لمدينة مكناس عاصمة المولى إسماعيل. الأبواب والأسوار التاريخية شاهدة على تفردها وعظمة معمارها، الأمر الذي يجعلها قبلة لآلاف السياح من داخل المغرب وخارجه، وتشكل السياحة إحدى الركائز الاقتصادية لمكناس التي اشتهرت أيضا بلقب مكناسة الزيتون بفضل إنتاجها المتميز من الزيتون والزيت المستخلص منه والذي يحظى بسمعة عالمية. يسهر على تسيير شؤون المدينة مجلس بلدي يمارس اختصاصاته وفق ما ينص عليه الميثاق الجماعي. مشاهدين احنا الآن في منطقة مولاي إدريس زرهون، تتمين شجرة الزيتون هنا مشروع من المشاريع الفلاحية البارزة في مكناس والنواحي واللي كتوجد فيها حوالي 45 تعاونية والعديد من الجمعيات ذات النفع الاقتصادي، لكن هناك إكراهات كتمثل بالخصوص في ضعف مسار تسويق إنتاج الزيتون وضعف جودة المنتوج خاصة في الضيعات الصغيرة وشيخوخة بعض الضيعات وأيضا ضعف التدبير البيئي واللي كل هذه محاور كتساهم فيها الجماعات الترابية بشكل مباشر. نخليكم مع روبورتاج فايز شفيق وفيصل أبروش. من يذكر مكناس يستحضر شجرة الزيتون، فالعاصمة الإسماعيلية تعد من أهم مراكز إنتاج زيت الزيتون بالمغرب، قطاع يعتبر من قاطرات التنمية الفلاحية بالجهة ككل، غير أن إنتاج هذه المادة لا يقع إلى مستوى تطلعات العاملين في الميدان، تحديات كبيرة يعرفها قطاع إنتاج الزيتون في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بدعم وتنظيم الفلاحين الصغار. احنا يا فلاحة بغينا ننتجو بغينا نعملنا الطريق وتعملنا كل شيء، واني ما جبرناش شكون هادي شي يعاونونا وذاك الشيء باش نوليو يقوجونا الطريق باش هجما نبداو نقطعو حتى حنا وننتجو. شعادة بوالو دابا حنا حاصلين الزيتون سيدي، حنا تنتجو خير زيتون واني ما تنسيبو على من ديوه، الطريق تتقطع لنا الواد تيحمل تنسيبو على من ديوه تيبقى هنا يخنزنا. اول حاجة هي البنية التحتية ما عندناش، ثاني حاجه هو المشكل ديال الدعم ديال الادويه وسميتو، ثاني حاجه هو التسويق ديال المنتوج ما كنلقاوش فين نسوقوه. غياب بنيه تحتيه تدعم سلسله الانتاج اضافه الى ضعف الدعم والتاطير وغياب خطه واضحه لجلب الاستثمارات في القطاع بالمنطقه، مشاكل ما زالت تكبح عجله انتاج الزيتون وتطوير القطاع. الزيتون ان شاء الله خص يديروا له واحد الوقت فقط البيع ديالو يكون حتى هو عاوتاني العمل ديالو يكون مزيان، ما يخلوش البيع وشراء. يعني دابا الفلاح شكون اللي كيتسغلوا؟ هذوك الناس ديال اصحاب لي كوميرس هما اللي كياكلوا الفلاح. الفلاح كيوجدها مسكين كيتعفيها وكيتكرفس وكيتمرد، كيجي واحد البيع وشراء مثلا كيدي داك النصيب اللي غيدي الفلاح كيدي له البيع وشراء كيخليه قاعد. بزاف ما خاصنا، خاصنا الدواء، خاصنا نكري، خاصنا الماد، كلشي غالي، تدعم كلشي غالي، فهمتي كلشي غالي. تتعدد مطالب الفلاحين بين دعوات الدعم والنهوض بالبنيات التحتية والتكوين لتبقى الجماعات الترابية مدعوة لمواكبة هذه المطالب في إطار اختصاصاتها التي يخولها لها الدستور بناء على التقسيم الجهوي الجديد.
سؤال شارع مشاهدينا غادي يكون حول انتظارات مواطني مدينة مكناس والنواحي وخصوصا الفلاحين في الدعم اللي ممكن تقدمه الجماعات الترابية من أجل تحسين إنتاج زيت الزيتون والزيتون والتسويق وتأهيل البنية التحتية، خصوصا ونحن مقبلين على استحقاقات انتخابية شهر شتنبر. الانتخابات الجايه ان شاء الله اللي في شهر 9 يعني يكونوا المتدخلين بالفلاح يعاونوه شويه ماديا ومعنويا، اولا يعاونوه في اقتناء المواد الكيماويه او اليمونتير، ثانيا عتاني يديروا المدورات التكوينيه، ثانيا يسهلوا عليهم التسويق ديال الزيتون ديالهم باش يكون شويه عنده واحد الدخل فردي ممتاز للفلاح. ان شاء الله نساكم انتخاب جايه ونتمنى هاد الناس يشوفوا فينا، خاصنا الطريق، خاصنا الماء، خاصنا وادي الحر، خاصنا بزاف الدراري تقطع عليهم ما تيقراوش يبقاو هنايا، كان شي حمله شي مرات يهزوها تيقطعوها في البياض باش يقطعوها للسانتي. نطلبوا ونعاودوا ونطلبوا الله يجازيهم بخير، اللي تناض في شي عمل خصو يكون قايم به مزيان مستوى، ماشي يشوف غير راني رئيس ولا راني عضو في الجامعه هو مثلا ما داير والو، لا راه مسؤول، راه مسؤول عند الله وعند العبد جوج، اللي دار شي حاجه خصو ها هما عندنا دازوا حقيقه ترشحوا ولاو رؤساء ولاو كذا، ولكن اللي ما درنا والو صراحه نهضروا في الواقع. هاد 2015 ان شاء الله كنتمناو يكون تيسير شويه ويكون المستوى تكون ان شاء الله تنظم. غادي نشاركوا في الانتخابات وتنتمناو لهاد الناس اللي غيزيدوا لهاد الدومين ديال الانتخابات يعاودوش يكرروا علينا هاد الحوايج ديال شغل المصلحه ديالهم، خصهم يخدموا صالح المواطن، لان هو المسؤول ومسؤول علينا هو الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا كيف ما لاحظتوا مازال هناك الكثير من الاحتياجات اللي الفلاح في حاجه اليها، كالدعم المباشر، توفير الاسمده، تسهيل تسويق المنتوج وكل ما يتعلق بالتكوين، وهذا الشيء كتساهم فيه الجماعات الترابيه اللي غادي تصوتوا عليها في الاستحقاقات القادمه. اذا ما تفوتوش موعد الاستحقاقات ديال شهر شتنبر وساهموا في نماء جماعتكم، مدينتكم، وجهتكم وفي بلادكم. رحلتنا مستمرة، وجهتنا القادمة غادي تكون مدينة الخميسات. يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تفاعلوا معنا من خلال موقعنا ميديان تيفي وصفحتنا على الفيسبوك هاشتاغ من جهة لجهة. إلى اللقاء.